ودعت الكويت مساء أمس الأحد رجالها المخلصين وأحد رموز العمل السياسي والإنساني النائب السابق محمد مفرج المسالم، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء عن عمر نهز 69. وكان للمسالم رحمه الله دور بارز في العمل السياسي كنائب سابق في مجلس الأمة، وشهد تشييع المسالم حشد كبير من المواطنين بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الأمة. خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد الشيخ محمد مفرج المسيلم شيخ قبيلة الرشايد الكرام على هذا المصاب الجلل الذي أصابهم وأصاب أهل الكويت جميعا. ففقد مثل هؤلاء الرجال، رجالات الخير ورجالات المقام الأول في المكونات الاجتماعية اللي ما ذكروا إلا بالخير وما ذكروا إلا بالطيب، وذكروا عنهم كل ما من شأنه أن يرفع شأن المكونات الاجتماعية جميعا. نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والسعة إن شاء الله في الدارين، ويتبوأ مقعده من الجنة مثل ما كان طيبا ومثل ما شهد له الناس